خلينا ناخد على الهاتف الأستاذ عامر العمايرة، خبير اللوائح، يقول لنا هل لجنة الانضباط يحق ليها ان هي ترسل للاتحاد الدولي تستفسر في موقف زي ده؟ طب هل في اي حالات حصلت قبل كده في الكورة بشكل عام عشان كده لجنة الانضباط تستفسر امتى يتم او امتى يقدر اللاعب يلجأ للقضاء العادي يعني؟ فأستاذ عامر معانا على الهاتف. يا أستاذ عامر، اهلا بيك. اهلا بيك، السلام اخبارك عليكم. كله تمام؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كله تمام الحمد لله. عندنا معلومة ان لجنة الانضباط عن طريق الاتحاد الدولي، عن طريق الاتحاد المصري، بعتت للاتحاد الدولي بتستفسر عن هل في حالات حصلت او في او ايه هي الحالات اللي ممكن تخلي لاعب الكرة يلجأ للقضاء المدني. هل اصلا يحق للاعب الكرة اللجوء للقضاء المدني طبقا المعلومة اللي عندنا او طبقا اللي عارفينه انه لا؟ بس هل في حالات حصلت قبل كده ممكن يرد من خلالها الاتحاد الدولي يا استاذ عامر طبقا لمعلوماتك وانت خبير باللوائح؟ هجيب لك حاجة. قضية حصلت في كأس العالم، كأس عالم قطر، قطر الأخير، أوكي، مباراة غانا أوروجواي. أوروجواي كسبت 2-0 بس خرجت بره البطولة، أوكي، تمام. القضية دي رقمها بيتحكم فيها من اللجنة التعديبية للفيفا بإيقاف اللاعب 4 ماتشات. القضية دي رقمها 12712 من اللجنة التعديبية للفيفا. هقرأ لك الحتة بتاعت الحيثيات. ماشي. ده من تقرير مفوض المباراة اللي هو المراقب. كاتب ايه؟ احداث اخرى قبل او بعد المباراة. أوكي. بعد صفارة النهاية. ماشي. دي زي شحات. بعد صفارة النهاية. اوكي. بعد صفارة النهاية. ماشي. اتكاء لفظية عامة لمسؤولي وموظف الفيفا بواسطة فريق اوروجواي، اللي هي الفاظ مسيئة. ماشي. اوروجواي رقم 2 جيمانيز، رقم 21 كافاني ضرب وقطعها بتقنية حكم الفيديو. ايوه، ده تقنية الفيديو. رقم 2 يومانيز ضرب مسؤول الفيفا في مؤخرة رأسه. ضرب مين؟ مسؤول الفيفا. وفي الحيثيات جوه اصابه في الجروح. فدلوقتي لاعب ضرب حد من الطقم بتاع الفيفا. تمام. ده مين؟ اللاعب رقم 2. ماشي. والمراقب كاتب هيبعت فيديو وورق تاني للجنه المسابقات. والحكم ابلغ عن حادثتين في نفى المؤدي لغرفه الملابس. جوه بقى النفى بتاع الملابس اللاعب رقم 3 مسك ايد الحكم الرئيسي. وحارس المرمى بتاع اوروجواي دفع الحكم المساعد من الخلف مما تسبب في تعثره، يعني دقه وقع على الارض. كل دي متحولش لجنه تعديبيه، ما راحتش نيابه، كانت في قطر. اتحكم فيها 4 مباريات ايقاف على طب اللعبة. معلش خليني اسالك حاجه يا استاذ عامر، برضو عايز حاله تكون في دوري محلي في اي دوله. طيب هل حصل كلام زي ده بغض النظر عن كاس العالم؟ دي بطوله دوليه في جنسيات مختلفه. دي اعلى حاجه. مفهوم مفهوم، بس انا عايز حاجه تكون شبه الحاله اللي عندنا هنا في الدوري المصري. طب دي بعد، بص دي بعد نهايه. انا بقى اللي عاوز حد يجيب لي حاله من دوري محلي ويكتب لي رقم القضيه يقول لي المحكمة اللي راحوا ليها، يعني ما يجيش مثلا، مع ان دي مش موجودة، ما يجيش مثلا يقول لي في محكمة حكمت في قضية بعقوبة كذا، ما انت ما تجيبليش محكمة رياضية حكمت لريال مدريد وبرشلونة في عقوبات ثانية عن الحكام وهي اسمها محكمة، بس محكمة رياضية فهي مختصة مش من الممنوعة، وتقول لي دي حالة ما فيهاش استباد من لعيبه وما فيهاش حاجه، كانت قضيه عشان تحكيم. ما تروحش مثلا في بلجيكا احنا عاوزين حاله لعيبه ضربوا وراحوا قضاء عادي، تجيب لي برضه من محكمه رياضيه حاله اللي فيه حد طعن في حكم. بالمناسبه محامي الشيبي في الجلسه اللي كانت امام لجنه الانضباط ذكر في ملف بتاع حوالي بيحتوي على 100 ورقه ان في 15 حاله مشابهه على مدار هو قال كده. انا ما اعرفش طبعا ده حقيقي ولا لا، بس انا بقول لك اللي قال. ميسي يجيب قضيه واحده، انا مش عاوز واحده يقول دي كانت امام المحكمه الفلانيه الاداريه او الجنائيه ما تكونش رياضيه ورقم القضيه واطراف القضيه والدوله والسنه امتى. قضيه واحده يجيبها. تمام، هو اكيد طالما كاتب 15 حاله يبقى اكيد عنده. انا بقول لك مفيش حاجات رياضيه. مفيش الوقائع زي بتاعت ده الواقع اللي في الدوري. طيب اللي بيتكلموا فيها دوري اسبان ولا غيره، مفيش حاجه. وتجيب لي حاجه روح القضاء عادي. زي طيب. انا جايب لك دي واقع، في واقعه ثانيه بقى هقولها لك. ايه هي؟ في مباراه كانت الاجنده اللي فاتت نوفمبر، لاعب منتخب المانيا ثاني اشتبك مع لاعب في الملعب وخد طرد
بعد ما وقعوا على الارض قام دفع اللاعب وضربه على وشه اتطرد وطلع 3 ماتشات بس وغرامه 2500 يورو. وممكن انا دلوقتي هبعت له استاذ الاعداد عندك اوكي رقم القضيه اللي هي بتاع كافاني وحارس مرمى اوروجواي اللي اتحكم فيها كانت بعد صفاره النهايه وابعت لك القضيه بتاع الثانيه اللي هو خد 4 مباريات. طيب خليني اسالك سؤال، من خلال متابعتك اللوائح والخطابات الاتحاد الدولي، وانا عارف انك واحد من الخبراء الشاطرين في الحقيقه في اللوائح، ايه توقعك للرد اللي ممكن يبعته الاتحاد الدولي للاتحاد المصري وبالتالي يتحول لجنه الاندوار؟ اول حاجه هو الخطاب مين اللي ارسله او مين من اللي ارسله؟ استاذ وليد العطاري المدير التنفيذي للاتحاد المصري؟ اكيد عن طريق الاتحاد يبقى مدير التنفيذي. تمام، بعت الحاله كمقطع فيديو والاحداث والتطورات؟ لا 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 لا، هو بيبعت استفسار بسيط خالص. ما الاستفسار، ما انا ممكن اقول لك ايه اللي ينفع اروح، فهيجي يقول لك في القضيه الجنائيه اللي هي الاصدار دي كذا، وفي حاجات حالات ممكن تروح فيها مش منهم 2 لعيبه بعد الماتش، انت لو عاوز اجابه شافيه وصريحه ابعت. لا هو للامانه المعلومه اللي عندنا ان السؤال كان في اطار الاطار العام، ما حددتش حاجه بعينها. طيب اول حاجه انت عاوز على القضيه دي عشان تحسم جدل وتاخد قرار تبعت شريط اللقطه فيديو انتهى صفاره النهايه وتبعت بالدقائق، شريط الفيديو مثلا يبقى مرقم الماتش خلص في الدقيقه 48 و45 ثانيه مثلا، فتقول في الدقيقه 48 45 ثانيه انتهت المباراه وتقدم مثلا اللاعب. ده ما حصلش لحد دلوقتي، ده ما حصلش لحد دلوقتي، هو كان الخطاب في الصيغه زي ما انا قلت لك بالظبط. ما انت كحاجه عامه، انا ما اشوف يعني لا لا انا اقول لك صيغه الجواب بالظبط، ما انا قلتها من شويه، ما اعرفش انت سمعتنا ولا لا يا استاذ عامر. الجواب يتضمن استفسار عام، قال لك ايه؟ برجاء افادتنا بالحالات التي يحق فيها للاعب او للاعب الكره اللجوء للقضاء العادي. بيسالوا ايه الحالات اللي ينفع لاعب الكوره يلجا مثلا ايه عام؟ هيقول لك اول حاجه انظر للمواد كذا في قانون الفيفا التاديبي واشير لك لمواد عنده اللي هي المفروض موجوده عندك. طبعا هيقول لك بناء على قد الخطاب وهم كده هيخلوا الفيفا يقول لهم بعد ما تصدروا قرار بناء عليه. هل عندك توقعات لقرار لجنه الانضباط؟ انت لو هتمشي لوائح الصح من وجهه نظري ايقافي اللاعب من صاحب الشقه، ما عملهاش يطلعوا قرار، هيروح الاستئناف لجنه الاستئناف، لو رفضي هيروح محكمه رياضيه، محكمه رياضيه ساعتها تحكم باللي بتشوفه. تمام؟ زائد بقى بعد ما يبقى قرارها نهائي دي هتبقى ايقاف جوه مصر، المفروض ده بيتبعت حاجه اسمها تعميم للجنه التاديب في الفيفا، عاوزين نعمم العقوبه دي اللي هي تبقى تسري على كل العالم على اللاعب، فساعتها اللجنه التاديبيه للفيفا تناقش وتشوف. ده الاطار التاني، هم عاوزين ياخدوا حاجه صح، ممكن يعمل حاجه ظريفه، هم رئيس لجنه الانضباط مش عارف ياخد قرار او مش واثق فيه، يعمل حاجه يحول القضيه للجنه الاستئناف بالاتحاد المصري او يتخلى عن وظايفه ويقول لك انا مش قادر احكم فيها ويبعتها للاتحاد الدولي اللي هو يحكم فيه. مفهوم. تمام، انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ عامر العميره خبير اللوائح، تعليقا على خطاب الاتحاد اللي تم ارساله بناء على رغبه لجنه الانضباط الى الاتحاد الدولي لكره القدم اللي احنا قلناها لحضراتكم. واضح ان القصه مطوله لسه شويه.